هاي، كيف كون؟ بتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جاي بكرة عاطفية لبرج العذراء، رح احاول احكي فيها عن الاحوال العاطفية لها كل الحبيب كذلك، ورح احاول اتحدث عن العزاب، شو بخبر لهم الشهر. رح اتحدث كذلك ولو نبذة كثير قصيرة عن رؤوس اقلام، شو رح يحدث بالوضع العام. اوكي، لك يا برج العذراء. هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية. بالنسبة لك يا برج العذراء، أنا أشوفك كأنه عندك طاقة كتير عالية أنه تبدأ إشي جديد. ممكن تكون بداية علاقة، أوكي، أو ممكن عم شوف طاقة أنه بدك تأسس أسرة، تأسس عائلة. بدك انه تبدأ، يعني ممكن في بعض منكم عم يفكر بالزواج بنسبة كبيرة، وبلش يفكر بهذا الموضوع. اوكي، خلاص بدأ ينسى كل شيء ماضي وكل شيء كان عم يجيب له أشياء سلبية أو تفكير يعني سلبي، وصرت عم تطلع على الأشياء المنيرة بحياتك. أوكي، عم شوف في كتير طاقة إنه بدك تتجه نحو الزواج واللمة. أوكي، عم شوفه للشريك يا برج العذراء. صراحة هذا الإنسان يريد عدالة، كأنه أنت جرحته بوقت ما. أوكي، عم شوف في أشياء ماضية والشيء جرحه بالماضي خلاه يفكر بكتير أشياء. أوكي، هلا عم يطلب العدل، عم يطلب التوازن، عم يطلب العدل الرباني. اوكي، ممكن للبعض منكم اذاه شخصيا، اوكي، او جرحه بالكلام. هذا الانسان كتير مجروح، كمان عم شوف كأنه كان في تجريح كلامي من طرفك ومن طرفه، او كان في شيء اودى بانه هذه العلاقة تسوء اكثر. اوكي، من ناحيتك ومن ناحيته. صراحة أنا عم شوفك كذلك، أنت انصعقت، أنت انصدمت بهذا الإنسان، أنت تعرضت لصدمة كتير كبيرة، وهو كذلك تعرض لصدمة كتير كبيرة. أو في أشخاص على ما أظن، مش بس بيناتكم، للبعض منكم رح يكون في أشخاص تدخلوا لخسارة هذه العلاقة. عم شوف لأنه عم تطلع في حي، في شخص بطباع الحية أو بطباع الأفعى، يعني حدا بيوسوس لإلك ولإله. أوكي، وخلى هذه العلاقة تسوء أو عكر بينك وبين هذا الإنسان. في حدا عم يتدخل بشكل غير إيجابي، ممكن عم يحكي كلام سيء عنك للشريك ولإلك، لهيك عم شوفه عم يشيل بقلبه، وممكن عم يقول إنه هذا الإنسان منه صادق، وعم يعني يريد عدالة ربانية. أوكي، عم شوف كذلك على إنه مكبر راسه هذا الشخص، كتير مكبر راسه وحاطط بباله على انه على صواب. ايه، بصراحة انت يا برج العذراء بدك انه تتصلح الامور، انه يعني يعاد صيغة الامور بشكل جيد، او ينقشع كل هالاشياء السلبية عن العلاقة، لأنه هو لساته شايل بقلبه. في حدا بيوسوس لإله، بيقول له كلام كتير جارح، أو بيقول له كلام مش صحيح عنك، لهيك عم شوف نيته تجاهك إنه يقول لك كلام يعني قاسي شوي. أوكي، ممكن يحكي لك على إنه أنت مش جيد، وإنه وثق فيك وكذا وكذا، لأنه من وراء الكلام الذي يقال أخذ صورة مغلوطة عنك. عم شوف كذلك على انه يعني القدر والإرادة الربانية رح تلعب دوره، ورح تساعدك
تصلح الأمور، أوكي، بينك وبين هذا الإنسان. بالرغم من أنه شوي أنت ممكن رح تبعت له مسج، أنا هيك عم شوف أنه ممكن رح تبعت له مسج أو تبعت له حدا يحكي معه ويقول له أنه يغير رأيه أنه كذا، لأنه عم شوفك كتير تعبين يا برج العذراء. بس هو شوي مكبر راسه، بس هل يعني هل هذا الإنسان بحبك؟ بالرغم من أنه ينكر ذلك، هذا الإنسان غارق بمشاعر كتير كبيرة. شوي هو حائر، لأنه عم حائر الفكر، يعني خطوته القادمة ممكن حدا يجي لعنده، لأنه أنت رح تبعت له حدا رح يتكلم معه، عم شوفه رح يقول له كلام عنك، وأنه كل هالأشياء التي تجول بباله خطأ، وأنه حدا عم يحكي له كلام سيء عنك، وعم شوفه ممكن رح يراجع نفسه، وممكن عم شوفه رح يأخذ وقت مع حاله، رح يفكر بكتير أشياء، هل هو ظلمك أم لا، أوكي، وعم شوفه ممكن رح يطلب السماح منك يا برج العذراء بالمستقبل البعيد. أنا بحكي عن شهر ماي، رح يشعر بعد، يعني بعد هذا الإنسان اللي رح يحكي عنك أو يريد إصلاح بينكم، رح يحاول أنه يراجع نفسه ويصحح كتير أشياء كانت بباله خطأ عنك، أوكي؟ عم شوف على أنه طاقتك أو مشاعرك بالوقت الراهن كتير عالية، وكأنه أنت تحمل كتير مشاعر وكتير مشتاق لهذا الإنسان، مو عارف أي خطوة تعمل ولا شو تعمل لإصلاح الأمور، أوكي؟ بقول لك كمان أنه لازم تعطي تشانس للعلاقة تبعك، أو تعطيها فرصة تانية، ولازم تشتغل على العلاقة وعلى كذلك حتى هذا الإنسان اللي أنت معه. صراحة أنا عم شوف في أشخاص عم يتدخلوا، بقلك حاول إنه تعمل، ولو مثلا تقدم خير لحدا، أو كأنه هذه الورقة بتحكي على إنه إذا عملت خير رح يوقف هذا الخير لإصلاح أمورك العالقة. حاول إنه هذا شهر رمضان ورمضان كريم، وحاول انه تكون مثلا صداقة او استغفار او كذا يخليك انت تحسن العلاقة اكثر، او يخلي هذا القرب من الاله يشفع لك بهذه العلاقة، او يتحسن هذه العلاقة اكثر. بالنسبة للعزاب، عم شوف في حدا قادم بحياتكم، عم شوف كأنه في شخصين رح يتقدموا لكم أو رح يطلبوا منكم أنه يكونوا معكم، ممكن لهيك عم تلاقي طاقتك فيها زواج. ممكن في شخصين وأنت ممكن حدا على برات البلد، مش بالبلد، بذات البلد، حدا يتقدم خارج البلد، وممكن أنت تختار الشخص اللي هو بعيد عنك، أوكي؟ رح تختار شخص بعيد عنك، وممكن يكون في زواج بيناتكم. ايه، في بيت، في جمعة بيت، وفي سعادة، وفي زواج. ممكن للعزيب يتزوجوا بعد هذه، يعني بعد هذه الأمور اللي عالقة حاليا بوقت كورونا. عم شوف على انه هذا الانسان ممكن تتعرف عليه على الانترنت، ممكن في شلة اصدقاء بتعرفهم رح يعرفوك على هذا الانسان، وممكن رح تتقدم بحياتك المهنية وحياتك العامة من وراء تعرفك على هذا الانسان. رح يكون مثلا مثل عجلة الحظ بالنسبة لإلك، اوكي؟ رح يكون انسان كتير مبارك وكتير عم يجيب لك حظ.
اوكي، عم شوف كذلك الهورفنت اللي هي بتعني الزواج، عم شوف كأنه الحظ رح يلعب لعبه معك يا برج العذراء، لأنه عم تطلع الويل اوف فورتشن، وممكن يكون في تلبية لرغبات كنت عم تسعى دائما لها. اوكي، كتير طاقة إيجابية للناس العزاب. أما بالنسبة للناس المنفصلين، ممكن، أو للناس اللي علاقة، ممكن في تدخل شخص آخر عم يعكر صفو هذه العلاقة. للطاقات اللي عم تطلع، عم شوف برج الميزان، عم شوف كذلك برج الثور، يعني تقريبا كل الطاقات، بس ما عم شوف الطاقات الترابية الهوائية المائية، تقريبا كل الطاقات، بس كأبراج عم شوف برج الميزان وعم شوف برج الثور. بالنسبة للطاقات العامة أو الحياة العامة بالنسبة لإلك، عم شوف في شيء جديد رح يكون بحياتك، شيء يتعلق، ممكن تكون في شهرة. حذاري أن تكون، يعني إذا كنت بتعمل شيء مش جيد، ممكن يكون في فضيحة، مش شيء، يعني مش شهرة. عم شوف في شيء جديد رح يحصل بحياة برج العذراء، في فتحة، شيء مثلا، إذا كنت عم تشتغل بكل ما يتعلق بالقضاء، أو يتعلق بالأرض، فعم شوف في ساكسس وفي نجاح كتير عالي وكتير كبير، ممكن تربح أموال كتير عالية إذا أنت عم تشتغل بكل ما يتعلق مثلا بالأراضي، مثلا عم تشتغل بما يتعلق بالعلاقات. أوكي، اللي مثلا إذا كان عندك مكتب، حدا عم يخطب، ما بعرف شو اسمهم هيدول المكاتب اللي فيها الزيجات التقليدية، بتشتغل مثل الناس اللي عم تخلي، يعني بتجمع بين الشريكين. إذا عندك هالبزنس ممكن ينجح كتير ويعلى شأنك، عم شوف في علو شأن لبرج العذراء. أوكي، إذا شيء يتعلق بالسفر، فعم شوفه عم يجي منه كتير أموال، كتير أموال، كتير نجاح. أوكي، طاقة يعني بالطاقة العامة عم شوف في كتير أشياء إيجابية لبرج العذراء. هيدا كل شي بيطلع لك، بتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.